بيتي هتنتهي على خير وهترجع تلاقيها بيه زي الحمار. فهمي هو اللي هيباشر العلاج. فهمي ده؟ انا نائب الدكتور ورئيس مجلس اداره العياده في غيابه. ايد اليمين وخريج معهد التمريض. هيفضل معاكي ليل ونهار. مش هيخرج من هنا ابدا الا وانت في كامل صحتك. انا مش هسيبها الا وانت زي الحمار. زي المحار. المحاصر في ال... في ال... في ال... زي الحمار. زي الفل. تبقى زي الفل. يعني هو ال تسمعي كلامه وتنفذيه بالحرف الواحد. العلاج معاك اهو. كل يوم حقنه مخدره وقرص قبل النوم. واللي اهم من العلاج انفعال. مفيش اي انفعال. ان شاء الله هتبقى زي الحمر زي اللي هو ده. الانفعال يا نعنع يعني الفرح والنكد. ممنوع انها تفرح اكتر من اللازم او تتنكد اكتر من اللازم. يا دي المصيبه، حتى الفرحه تتحرم منها. اه وايه؟ عندها مال قارون. يغور المال. طب ومستني ايه يا سيفاه؟ وعايزين اعمل ايه؟ ميعاد الدواء بتاعها مش قرب؟ كل خير يا نعنع، فكرتيني. بس اللي عزز عليا ان انا هبقى بعيد عنك. ربنا يعدي الثلاث اشهر بخير وترجع لي بالسلامه. هذه حته. حته؟ حته ايه؟ سد الحنك. سد. صلى على النبي. مفيش حد واقف. احنا مش قايلين يا هانم ممنوع جميع انواع الهلس؟ يلا على السرير. ايه ده؟ هو انا هبدا طول عمري في السرير؟ لحد ما تخافي وتبقي زي الحصان، زي الحمار، قصدي يعني زي البتنجان، زي البتاع بتاع الفل، زي الفل. انت بتبص لي كده ليه؟ فاهمه؟ وبعد كده اعملي اللي انت عايزاه. ها؟ انت حشري ليه يا جدعان؟ انتيك انت، اسمع انت بالكتير تسكت. ليه تبني على نفسك يا مسكين؟ ليه؟ اهو بقى واحد شاب زيك مش لازم ينهي حياته بدري. اهو هنعمل ايه يا راجل من قلب الدماغ؟ اسمع بتاع انت. بتاع ليه تقول بتاع ليه؟ وانت عارف ان انا مش بتاع. ملك الكاراتيه تقول له بتاع. يا ولاد الناس لعبه. يا جدع انت تكسر مين؟ صلي على النبي. على نعمه لو انت كنت هفشحله. يا جدع تفشحل مين ده؟ انا بس غير هي قطعتني كنت انا هشنكر البنكارف على في اي حته على طول. شنكر. يلا اطلع على السرير. انا طالع استريح. يلا بسرعه يا بت. حسن. ايوه يا فندم. تعالى وصل الاستاذ فهمي اوضته. استاذ. وطلع له الشنطه. حاضر. يلا يلا. حضرتك. هطلع اوضتي. شايناز. نعم. حابه امر عليك. اتفضل. هات الجزم. عايز تاخدها يا اخويا؟ انا عارف. هات الجزم. اديك قوي. يلا يا استاذ. مش هنس. نعم. انت هتسمع كلامه؟ انت انقذتيه. عليا النعمه لو اتاخرت دقيقه بس. انا كنت هيمرمط بيا الارض. يلا يا جماعه. انت صدقته. اي خدمة؟ لا متشكرة يا ابي. متشكرة. انت اسمك ايه؟ حسن. اسمي حسن يا دكتور.
طب يا حسن شفت حاجة عشان اغلي اغلي الحوض؟ اه بس الهانم يمكن تخرج. تخرج مين يا ابني؟ ده انا حاطط لها مخدر ينوم حمار. حصار مسمار محصار محماص حمار الحمار. بسرعة يا حسن! لا لا ما فيش أي حاجة، اتكل على الله، اتكل على الله. دي معايا ب 80 جنيه. ودي يا بلو يا عيوني، احنا هننزل نكمل سهرتنا بره ونزوخ منه. برافو برافو يا ام الافكار النيره انت. بس ده قال انه هيفوت عليك. طب ما انا عارفه، مو علشان كده هتنام مطرحي في السرير. يا حياه قلبي. هنام فين؟ في السرير يا حبيبي، هتلبس فستاني وتعمل بوز. بوز ايه يا حياتي؟ بس لو نمت انا في السرير يا حبيبي. هو كده هتنام مطرحي وتعمل بوز، بس اوعى تستحمل الموضوع احسن تبقى مصيبه. عيب يا حياتي. ايوه بس خلاص يا بلو، هو كده يا حبيبي علشان خاطر. حاضر. بس اوعى تتاخر عليا، انا هستناك في كازر النجمه السود. فاهم يعني ايه كازر النجمه السود؟ حاضر. يغدي منه يغدي. حلو بلو حلو. اوعى تتاخر يا قمر. لا يا حياتي. يغدي يا قمر. اوعى تستحمل يا واد الموضوع. بس اتني انا فاكر كويس قوي. يلا اتفضل. من هنا ناس هانم. اهم شهناز هانم. شهناز هانم يا ست. الست يا معلم الصبر. بقول لك ايه؟ اسمع الولاية اللي بتعالوا بيها ست عكو دي اللي هانم دي راحت فين؟ Who knows؟ وده ركب لها ايه دي؟ Who knows يعني ما حدش عنده فكرة يا جاهل. أبو علي راحت فين؟ خرجت هي وأصحابها. ما تعرفش راحت فين؟ ما عنديش فكرة ومش مسموح لي أتكلم في الحاجات دي إطلاقًا. طب والعمل مع عادل حقنة جه ولازم تاخدها دلوقتي؟ I don't know. أنا ماليش دعوة. إيه؟ يو إيه؟ I don't know. حلوه دي. ظريف جدا حقنه. جميل ولطيف. بس لازم بقى اي حد ياخد الحقنه. يعني ايه؟ اطلع هتحمد لو ما حدش خد. يعني انا اللي اخدها؟ اذا هضطر اتكلم. يلا فين يا سيدي؟ امري لله.